بعد مخاض عسير عقدت في سنغافورة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قمة شهدت اتفاقا أو وثيقة شاملة تعهد فيها الطرفان بطي صفحة عقود من التوتر والعداء بين بلديهما. فترامب وعد بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، فيما جدد كيم يونغ أون التزامه بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. حدث لقي ترحيبا دوليا واسعا، واعتبره البعض إعلانا لنهاية الحرب الباردة. حصلت القمة تلك التي بدت شبه مستحيلة يوما بين رئيس أمريكي وزعيم من سلالة كيم يحكم كوريا الشمالية، حصلت في عهد دونالد ترامب في جزيرة سنتوسا في سنغافورة في 12 من يونيو 2018. عقدنا اجتماعا تاريخيا اليوم، وسنوقع وثيقة جديدة لنترك الماضي خلفنا ولنبدأ صفحة جديدة. ستصبح كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية في وضع مختلف تماما عن السابق. الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستقومان بأمور كثيرة. لقد تطورت علاقة خاصة بين واشنطن وبيونغ يانغ، وستكون الشعوب سعيدة بهذا، لأننا سنعالج مشكلة كبيرة وخطيرة في العالم. تصريحات جاءت خلال لقاء استمر 5 ساعات، بدأ ثنائيا وتوسع ليشمل المستشارين، ثم لحقه غداء عمل، لكن الأهم ختاما وثيقة ممهورة بتوقيع زعيم كوريا الشمالية تتضمن تعهده بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من دون جدول زمني، فيما أعلن ترامب وقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. لقد وقعت أنا وكيم وثيقة مشتركة أكد فيها التزامه بنزع السلاح النووي بطريقة يمكن التحقق منها عمليا، وسيبدأ بتطبيق ذلك في أقرب وقت ممكن. هذا لم يحصل في الماضي، وهذه ليست إدارة أمريكية لم تفعل شيئا. كيم جونغ أون أخبرني بأن بلاده بالفعل دمرت مختبرا لتصنيع الصواريخ. لكن الوثيقة واللقاء وكلام ترامب كلها غاب عنها ما يجعلها قمة سلام، فالعقوبات أبقيت إلى حين تخلص كوريا الشمالية من برنامجها النووي، ولم يستعد البلدان العلاقات الدبلوماسية، ولم تتناول الوثيقة الموقعة حقوق الإنسان رغم قول ترامب إنها نوقشت، وأن التواجد الأمريكي في كوريا الجنوبية لم يناقش. لكن اللقاء سيتبعه مفاوضات تبني عليه، بعدما كاد العالم يشهد حربا نووية على إيقاع تصريحات ترامب وكيم جونغ أون قبل عام، ما هو اليوم يشهد على لقاء تاريخي بينهما؟ لقاء وإن أكد الرجلان أنه سيغير التاريخ، إلا أن تعقيدات العلاقة بين البلدين قد لا تجعل الحدث منطلقا كافيا لسلام مستدام. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، سنغافورة. ومعنا الآن من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب. مساء الخير بروفيسور غريب، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. من حيث الشكل، يا هلا بك، من حيث الشكل لا شك أنه لقاء تاريخي، مصافحة تاريخية، حدث يعني غير عادي، ولكن من حيث المضمون البعض يقول أنها قمة وعود، ليس هناك الكثير من التفاصيل، إعلان نوايا ربما أفضل وصف لما صدر عن هذا الاجتماع، وليس اتفاق أو شيء من هذا القبيل. إلى أي مدى المضمون يعني ما زال مبهما وبحاجة إلى الكثير من العمل والكثير من التفاصيل برأيك؟ بدون شك أولا أن هذا الاجتماع هو اجتماع تاريخي كما ذكرتم، فهو اجتماع لم يكن أحد يتوقع أنه، حتى قبل 4 أو 5 أشهر كان لم يكن أحد يتوقع أن نرى مثل هذا الاجتماع بين القيادة الأمريكية والقيادة الكورية الشمالية. كلنا يعلم اللغة التي استخدمت في أيضا من قبل الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي ضد بعضهما البعض، وبالتالي فأن مجرد عقد مثل هذه القمة هو تطور مهم وتطور تاريخي. طبعا النقطة التي تفضلت وأشرت إليها مهمة جدا، وهي أنه هناك الكثير من التحديات، هناك الكثير
الكثير من الصعوبات التي لا تزال قائمة هناك الآن. كل ما نعلمه أن هناك رغبة من قبل الكوريين الشماليين والأمريكيين في تحسين العلاقات بينهما في الولايات المتحدة، تريد نزع الأسلحة النووية من كوريا شبه الجزيرة الكورية بالكامل وبطريقة يتم التحقق منها والتثبت من ذلك. في نفس الوقت هناك أسئلة حول ما الذي يعنيه هذا الكلام، خاصة موضوع أن نزع الأسلحة من شبه الجزيرة الكورية، هل هذا سيعني سحب القوات الأمريكية؟ هل هذا سيعني منع استخدام قوات أو طائرات أمريكية مثلا تستخدم قنابل نووية في المناورات العسكرية؟ هذه كادت تفشل اللقاء بين الرئيسين عندما كانت هناك مناورات قبل حوالي شهرين، وكان هناك أيضا كلام بأن طائرات B-52 الأمريكية كانت تحمل قنابل نووية، وبالتالي فأن هذا التطور طبعا مهم، وهناك لكن أسئلة أكثر مما هناك أجوبة حول هذا الموضوع. بالنسبة لكوريا الشمالية، الإدارة الأمريكية تقول، الرئيس يقول بأنه لن تكون هناك، سيتم تعليق، أو طبعا لا نعرف إذا كان تعليق، وقف تام للمناورات العسكرية، وبالتالي لا تزال الكثير من الأسئلة، ولكن يبدو أن هناك نية حقيقية في التوصل إلى تفاهمات وفي ربما في حل هذه الأزمة الخطيرة. البعض أشار إلى هذه النقطة بروفيسور غريب، من المنتقدين لهذا اللقاء أو لمضمون هذا اللقاء، قال إن الولايات المتحدة قايضت مسألة الدفاع عن كوريا الجنوبية بمجرد وعود، يعني السيد كيم لم يقدم أكثر من وعود حتى الآن، ليس هناك مسألة تحقيق من مسألة التخلص من السلاح النووي وكل هذه الأمور. هل بالفعل قايضت واشنطن مسألة الدفاع عن كوريا الجنوبية بهذه الوعود الفضفاضة التي أطلقها السيد كيم؟ لا أعتقد ذلك. بدون شك طبعا هناك أسئلة، بعض المصادر الكورية الجنوبية عبرت عن قلقها لأنها لم تكن تعلم بموضوع وقف المناورات، وربما هناك كلام أيضا أكثر من ذلك وهو احتمال سحب أو تقليص القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية. طبعا كانت هناك إحدى الأمور التي أقلقت الكوريين الجنوبيين كثيرا على الأقل قبل المفاوضات، علما أن أيضا في نفس الوقت كان الرئيس الكوري الجنوبي لعب دورا حيويا أساسيا في إنجاح هذا اللقاء وفي تقريب وجهات النظر في تجسير الهوة بين الأمريكيين والكوريين الشماليين. ولكن هذه النقطة فعلا، مثلا كان هناك كلام قبل التوصل إلى أو بروز اعتقاد بأننا سنرى لقاء قمة بين الرئيس ترامب والرئيس كيم، وذلك كان عندما تحدثت مصادر عسكرية أمريكية من القيادات العسكرية بأن الولايات المتحدة ستسحب أهالي أو على الأقل عدد كبير من أهالي الجنود من عوائل الجنود الأمريكيين في كوريا الشمالية. هذا أقلق الكوريين الجنوبيين لأنها بعثت برسالة بأن هذه قد تعني أيضا أنه قد يكون هناك تخلي ربما بطريقة أخرى عن الدفاع عن الكوريين الجنوبيين، كما أنها أقلقت الكوريين الشماليين لأنها بعثت رسالة بأن احتمالات الحرب عندئذ ستصبح أكثر، لأنه إذا تم سحب الأهالي الجنود الأمريكيين هناك حوالي 150 إلى 200 ألف يقال، وربما حوالي أكثر من ذلك فقط في سول، وبالتالي فأن هذه هي مسائل تثير أسئلة وأقلقت الكوريين الجنوبيين. ولكن في نفس الوقت أعتقد أن الكوريين الجنوبيين يريدوا نهاية لهذه الأزمة، يريدوا نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ويريدوا حل أو نهاية للحرب الكورية ورفع للعقوبات وتطبيع العلاقة مع كوريا الشمالية. هناك أيضا بروفيسور غريب مسألتان أخريان يعني أشار المنتقدون إليهما. مسألة أن هذا الاتفاق أو هذا الإعلان للنوايا لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية. كما نعلم البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية هو أساس الكثير من البرامج الصاروخية في عدد من الدول من بينها إيران بالمناسبة. والمسألة الأخرى
هي مسألة حقوق الإنسان. البعض يقول كوريا الشمالية عبارة عن سجن كبير، 120 ألف التقديرات لعدد المعتقلين السياسيين الذين يعانون كل صنوف المعاملة السيئة. إلى أي مدى برأيك هاتان المسألتان تعتبران بالفعل يعني تحديات يجب التعامل معها بشكل واضح في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن مسألة حقوق الإنسان أحيانا تستغل لأغراض سياسية أكثر مما هي تعبير عن قلق حقيقي من وضع حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، وهذا ينطبق إلى حد ما على كوريا الشمالية. ولكن في كوريا الشمالية، لأن هذا النظام كما نعلم جميعا هو نظام شرس، نظام قمعي، نظام ستاليني إلى حد ما، لا يزال الوحيد ربما من نوعه الذي لا يزال قائم في العالم، وهذه القضية قضية مهمة. ولكن كان واضحا أن المسؤولين الأمريكيين من البداية قالوا أنهم ربما حتى لن يتطرقوا إلى موضوع حقوق الإنسان، لأنهم يعلموا تداعيات ذلك ويعتقدوا أن وضع حقوق الإنسان قد يتحسن كثيرا إذا تم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فأن هذا سيخلق أجواء جديدة تغير البيئة السياسية داخل كوريا الشمالية. ولكن في نفس الوقت أعتقد أن أيضا النقطة الأخرى ربما قد تكون أكثر أهمية، وهي موضوع الصواريخ. وبالتالي هناك قلق أمريكي من أن كوريا الشمالية قد قامت بتزويد عدة دول بتقنية صنع الصواريخ البالستية وتعاونت معها، وبالتالي فأن هذا أمر مقلق لأنه قد يهدد مصالح أمريكية حلفاء للولايات المتحدة. وكان هناك حديث لم يؤكد بعد بأن الولايات المتحدة قد طالبت أو قد تطلب، هناك كانت هناك روايتان من الكوريين الشماليين منع تصدير تقنية الصواريخ البالستية إلى أي بلد في العالم، وأن هذا سيكون أحد الشروط. ولكن كما قلت لا يزال هناك بعض الغموض حول ما إذا كان هذا الموضوع قد أثير أم أن هذه هي رغبة أمريكية في إثارة هذا الموضوع وطرحه على طاولة الحوار في المستقبل. في أقل من دقيقة بروفيسور غريب، كيف رأيت العلاقة الشخصية بين الزعيمين؟ فعلا هذه كانت مثيرة جدا، هو أن يعني بعد كل هذه التهديدات والاتهامات والتهجمات التي سمعناها من القيادتين، إلا أننا يبدو رأينا أن هناك نوع من الكيمياء الإيجابية والعلاقة الشخصية التي تم تطويرها أو البناء عليها. وطبعا بالنهاية هذه جزء منها للرأي العام، ولكن إلى حد كبير يبدو أن العلاقة على الأقل كانت أفضل مما كان متوقعا. وهناك من يعتقد، هذه نقطة أخيرة لو سمحت أن أشير إليها، هناك من يعتقد هنا بأن هنا بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية قد تكون طبعا هدفها الردع لمنع أي هجوم أمريكي على كوريا الشمالية، ولكن هناك من يعتقد بأن هذه أيضا القدرات هدفها هي ورقة قد تستغلها كوريا الشمالية تفاوض عليها تتخلص منها مقابل الأهداف الأخرى التي تريدها، وهي إنهاء حالة الحرب، رفع العقوبات، استثمارات ونهاية التهديدات للنظام الكوري الشمالي. شكرا لك البروفيسور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، كان معنا من واشنطن.